ايش بيك؟ هذا الولد كلش مريض مبين، شايل اشعه. ايش عليك بيدي اوفر؟ شلون شايله؟ شنو ماكو رحم؟ ايش بيك؟ يا معود شلون انا من ورا ما تمرضت لحد الان صارت عندي عبره يعني. عبره بكل اي واحد يتمرض يعني ينكسر قلب يعني. وانت ايش عليك بالعالم الله يخليك؟ شلون شعله؟ معود انا صار بي ابو صبار هنا دمروني ما عرفوا العله. هو هنا شكو غير الاهمال؟ ما عرفوا العله ودوني للهند. ايوه هناك يلا اكتشفوا شخصوا المرض بالهند. قالوا بك ابو يلو. اه شنو؟ التشخيص بالمكان فصارت عندي خبره طبعا يعني بالامراض هسه اي شيء اشخص لك اياه اقدر يعني انت رحت مريض رجعت لنا طبيب؟ لا صارت عندي خبره بس تصبر يا اخي تصبر خل اشوف لك لا يقعد هاي شو سويت؟ لا شكو مات؟ شبيه؟ قفص الصدري عنده متهشم اربع اضلاع رايحه اربعه ما يصير ثلاثه زين ويلي لا غير مسكين مسكين عبريه وقسات شارع يا مو هذا قهرني عليه يعني هذا قهرني بزايد يعني هم مريض هم متكسر اضلاعه وهم جاي كيه نفرات يعني اكيد رايح للكندي لان الكندي على الطريق خطيه شلون نقدر نساعده بيج حاله مدريني يا اخي الله يعينه الليمله هي ما حد مبين صاعد نفرات لو عنده انا لو عندي كان ما صعدت نفرات لا لا اخي يعني هاي شوف احنا يعني عراقيين لازم نساعد بعضنا لازم واحد يوقف للثاني فالم لك الواحد 20 25 هل 100 يا منين لك شوف شباب رحم الوالديكم الولد هنا مريض اضلاعه كلها مكسره صدره كلش مو زين ورايح تخيلوا رايح للكندي بعبريه يعني ما عنده فلوس فشنو الليمله كل واحد 25 20 اللي يقدرون لا تقصروا 500 شنو دا ادفع لك اروان يعني ما عندي يعني لو عندك ما صعدت نفرات 500 شنو هاك صارنا 1000 ونص 1000 ونص شنو؟ اوه هاك اللي بجيبي كل واحد انا راح ادفع لك بعدين رجع لي اياها شباب كل واحد 20000 هم يا الله الست لان وضعه كلش مو زين بابا اني من خير انا شكرا ما تقصرون والله ما تقصرون احنا انا اعرف العراقيين احنا نوقف لصاحبنا واني هم راح ادفع ما الله والديك صديقي ان شاء الله الله يعوضكم لان اذا تشوفون الاشعه تدفعون اكثر بعد لان وضعه كلش مو زين لو يوصل لو ما يوصل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يصير زين انا شنو راح اخلي الفلوس بجيبه على مود شنو خطيه من يقعد ها يلقاهن ويروح يدفع ياخذ له تاكسي ايش تسوي حبيبي الحمد لله على سلامتك احنا شفنا وضعك كلش مو زين بالمناسبه يعني الاشعه مالتك خاطره انا قلت لك انه بالهند صارت شوي عندي خبره فقمت اعرف بس الطينه جاخه اللي احكي وياك نعم يا اشعه يا ضلوع يا انا جايبها اهفي بيها اصلا هاي نازل عم نازل شوف اهفي بيها الجو حار لك هذا اخذ الفلوس اطلع لك معود الفلوس